طبعاً هاي الورشة كانت ضمن سلسلة من الفعاليات اللي شهر 4 طبعاً أطلقها المعهد الفلسطيني للطفولة وخاصة بشهر اضطراب طيف التوحد. كانت المشاركة ما بينه وبين مركز تنمية موارد المجتمع هي نوع من الشيء كتير مميز، يعني إنه إحنا بدنا نلامس الناس. طبعاً هو المكان داخل البلدة القديمة في نابلس، فالفئة اللي موجودة دائماً يعني الموجودة طبعاً بتحضر الندوة هي طبعاً أكتريتهم يعني سكان البلد القديم، وقديش مهم إحنا نوعي الناس بهذا الاضطراب، قديش نحكي لهم بمواضيع أكثر إيجابية زي اللي تحدثت عنه طبعاً الست عروب جملة عن التفكير الإيجابي وأهميته. يعني صراحة لأنه إحنا كتير عم نسمع فيه، فوجدنا إحنا ومعهد الطفولة التابع لجامعة النجاح طبعاً بتمثيل السيدة دينا القدومي والسيدة دعاء، يعني حتى إنهم يحدثونا ويخبرونا عن هالموضوع، وإحنا طبعاً كمركز أو أنا كأخصائية نتحدث عن موضوع التفكير الإيجابي تجاه الأمور بشكل عام، وكيف نتعامل يعني مع أي حدث عنا بيحصل لأبنائنا أو غيره من ضمنه موضوع التوحد وطيف التوحد.